معبد الأقصر ومقتنيات معبد الأقصر هيكون هو محور حديثنا النهاردة مع دكتوري العزيز دكتور بسام الشماع عاشق علم المصريات. صباح الخير يا دكتور، صباح أهلا النور بيك، عليكم. ودايما بنستمتع بوجودك معنا وبننتظر هذا اللقاء. أشكركم شكرا جزيلا. أهلا بيك يا دكتور. وبداية كده زي ما تعودنا مع السادة المشاهدين بنبتدي الفقرة بالتصحيح، وإحنا زي ما إحنا دايما بنقول يعني علم المصريات هو يعني ناس كتير جدا مولعين بيه سواء مصريين أو أجانب، والأجانب أكتر، والحضارة المصرية ما زالت محيرة لناس كتير وما زال في جدل عليها كتير حتى يومنا ذلك. ولكن إحنا طبعا بيكون كلنا أمل لما حاجة تطلع مصرية بتكون حاجة صحيحة، عشان كده هنبتدي بتيشيرت المنتخبات القومية في طوكيو 2020، التصحيح اللي معنا النهاردة. الحقيقه وانا ببص كده اهوت على النت لقيتهم ان هم بداوا يعرضوا الجيرسيز او التيشيرتات اللي هيلبسوها لاعبتنا ان شاء الله موفقين كده وجالنا الذهب كده طول الوقت باذن بإذن الله في الله الاولمبياد. نتمنى. فلقيت في تيشيرت منهم عليه صوره رسمه للصقر حر كما يطلق عليه في الهيروغليفيه حورس بعد حورس كده اهوت. والحقيقه ان هو الرسمه بتاعته ما كانتش قريبه من قريب او من بعيد يعني بالصقر بتاعنا، فطالبت بس شويه بحته ان هو ياخد باله لما بيجي يرسم انت بتحاكي المصري القديم، فخد بالك يعني انت اللي علمت الدنيا كلها النحت والرسم، فالمنقار والعينين مش مصريه خالص بتاعت الصقر، التاج اللي لابسه الصقر في التيشيرت تاج غربي مش تاج له علاقه لا بالتاج الابيض ولا الاحمر ولا القطف كراون ولا الخبرش ولا ايا من التيجان بتاعت مصر القديمه، واحنا عندنا تيجان كتير في مصر كان ممكن يستخدمها. ايضا الرقبه بتاعت الصقر كانت عريضه قوي مش بتاعت طائر اصلا، وجوه بقى الرقبه راح كاتب نص هيروغليفي غير منضبط. يعني ايه غير منضبط؟ يعني هو نص مش مظبوط، كلام حروف رموز هيروغليفيه محطوطه جنب بعضيها ملهاش معنى. انا كنت اتخيل ان هو لو كان مثلا لجأ لحد من المتخصصين او حتى حد من الطلبه معانا الصوره اشكرك هو كده بالظبط ميرسي جدا. بصوا يا جماعه ادي المنقار ملوش علاقه خالص بحورس، العينين مش مصريه خالص، التاج اللي فوق ده تاج زي التيجان اللي انت بتشوفيها الملوك في الغرب وفي انجلترا وفي الحتت دي لابسينها، ملوش دعوه خالص بالتاج المصري. اسمح لي استخدم المصطلح المتعارف عليه اللي هو الفرعوني، او حضرتك دايما بتستخدم المصري القديم القديم، لكن يعني دي الاقرب حتى التصميم الفرعوني مش موجود خالص، فكره ان انا احط شويه برضو ليبلز او رموز فرعونيه مفيش اي صفه في اللي قدامي ده. انا بالنسبه لي كبسام 40 سنه قراءه في التاريخ متواضعه يقول لي ده مصري. الهيروغليفيات اللي في الرقبه مفيش رقبه صقر في مصر القديمه عريضه قوي كده، هو كان معروف عنه حتى القطه والصقر كانوا بيترسموا بطريقه رقيقه جدا، حتى احنا القطه المشهوره بتاعتنا انها قطه رفيعه مش قطه ممتلئه. لو بصيت في الهيروغليف يا فندم لو وزاره الشباب والرياضه ارجوكم ما تعرضوش التيشيرت ده في الاولمبياد، استخدموه بقى في التدريب في اي حاجه تانية، بس ما بقاش في كاميرات العالم بتصوركم، لان احنا لو الكاميرات بتاعتنا وفي العالم كله تصورنا واحنا لابسين هيروغليفي غلط واحنا البلد بتاعت الهيروغليفي فده مش هيبقى لطيف. ربما يكون الإشارة هنا للغة الهيروغليفية أو المصرية القديم وليس للنص نفسه. أنا موافق بس عارف الأحلى كنت تعمل إيه؟ كنت حطيت نص للانتصار، كنت هجيبها لك، عندنا نصوص للانتصار، عندنا نصوص للرياضة في مصر القديمة، عندنا حورس ذات نفسه الانتصار، يعني حر هو كان من ضمن رموز الانتصار، رمز الانتصار، حورس الذهبي، كل ملك كان حورس الذهبي. وخصوصًا أنت رايح الأولمبياد أيام في وقت احنا فين؟ احنا ما بين 15 يوليو مرة تانية 15 يوليو و 19 يوليو. 15 يوليو هو يوم العالم كله بيقف له لان اليوم اللي تم اكتشاف فيه لوحة رشيد الحجرية اللي احنا مصرين خطأ نسميها حجر رشيد. برضه ربط بالمصري القديم. برضه المصري القديم. يبقى انت ممكن كنت تحط لوحة رشيد الحجرية كرمز على التيشيرت بتاعك او التيشيرت بتاعك وتفكر الناس ان الاكتشاف. وبمناسبة التصحيح مفاجأة كده على الماشي. النص الاغريقي اليوناني اللي منقوش على لوحة رشيد الحجرية اللي هي بيسموها حجر رشيد خطأ، اللي هي موجودة دلوقتي ومعروضة في المتحف البريطاني في لندن، ويا رب وزارة الآثار ربنا يوفقها إن شاء الله وتستعد لنا اللوحة ديت، اللوحة رشيد الحجرية. نتمنى يا رب آمين.
وتتحط بقى في مدخل المتحف، وبعدين بعد افتتاح المتحف الكبير وديها رشيد في متحف لوحديها. يا سلام. كويس. فلوحة رشيد الحجرية اكتشفوا ان النص الاغريقي به اخطاء املائية. يا يعني اللي نقش النص الاغريقي على اللوحة اللي فسرت اصعب لغة في التاريخ عمل اخطاء، كل الكلام ذات نفسه قديما عمل اخطاء املائية، وده معناها ان هو ما كانش بيعرف اغريقي كويس، ما كانش بيعرف يوناني كويس. فشوفي حتى في التاريخ في الطرائف دي. 15 يوليو 19 يوليو كل سنة وانتوا طيبين، سنة جديدة عندنا العيد اهو جاي، كل سنة وانتوا طيبين، وعيد الأضحى المبارك لكل الأمة الإسلامية وكل الناس في العالم، وكمان أعياد يا رب يكتر أعيادنا. عندنا عيد السنة المصرية القديمة مع وصول الفيضان، كان المصري القديم يستنى وصول الفيضان ويبتدي السنة الجديدة بتاعته. وصول الفيضان 19 يوليو بالكالندر بتاعنا أو بالتقويم بتاعنا. وده معناه ان كان انا لو كنت قابلتك من 3000 سنة كنت هقابلك النهاردة الصبح وقابل زملاتنا في DMC واقول لهم ويب نفر رامبت تاني. هابي نيو يير. نفر رامبت، ورامبت يعني سنة. اوكي، رامبت ومش رمبت، لان البي والبي بتفرق جدا في الهيروغليفي. فهي رامبت، نفر جميلة حسنة طيبة، ويب اوبننج افتتاحية. فهي افتتاحية السنة الطيبة، ويب نفر رامبت، وده معناها اللي انت حضرتك قلتيه دلوقتي هابي نيو يير، او زي ما بنقول عام سعد. جميل جدا. انا لسه في التصحيح، ومش هنسيب التصحيح دلوقتي غير لما نعرف يعني علاقة الظواهر الطبيعية بالمصري القديم. صحيح. لانه يعني اذا كنا احنا هنتكلم على علم الفلك، هنتكلم على الطبيعة، هنتكلم يعني هنلاقي المصري القديم مميز فيها. علاقة تعامد الشمس على معابد بعينها، الأبرز والمتسلط عليه الضوء قوي تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين في السنة. لكن هل الظاهرة دي فعلا هي الوحيدة ولا فعلا وصلت ل 17 معبد؟ عدي معايا. الكتف اليمين بتاع أبو الهول، تخيلي، له مرور أشعة شمس ثم دخولا في معبد ابو الهول اللي هو مقفول ما حدش بيخشه. مش هو ده المعبد اللي انتوا بتخشوه عند ابو الهول؟ المعبد اللي انتوا بتخشوه ده اسمه معبد الوادي، المعبد اللي قدام ايدين ابو الهول. شايف ابو الهول رابط ازاي كده قاعد عند قدامه عند اللوحة. على طول هتلاقي فيه قدام اللوحه، برافو عليك، قدام لوحه الحلم، زي دي ظهرك لوحه الحلم، هتلاقيه قدامك على طول كده. ويخش جوه، الاشعه دي تخش جوه تقسم المعبد اغرب من الخيال. علشان في الاخر خالص تستقر في حته في المعبد. يقول عالم الآثار مارك لينر اللي عمل دراسات كبيرة على الموضوع ده، راجل بيعشق حاجة اسمها مصر، الراجل ده جميل، وقال إن دي لها علاقة بالطقس الديني جوه المعبد. معابد الكرنك الشمس بتحصل فيها ودخول أشعة الشمس. حاتشبسوت عليها جدلية كبيرة برضو إن عندها تعامد أو نفاذ أشعة الشمس. عندنا طبعا المثبوتة جدا قصر قارون في الفيوم. وبالمناسبة يا مصريين، تصحيح على الماشي، لا هو قصر ولا هو بتاع قارون اللي ذكر في القرآن الكريم. قارون جاي من القرن اللي هو الخليج، علشان البحيرة فيها خلجان. وقصر دي تسمية خاطئة للمعبد، هذا هو معبد، المعبد لا يعاش فيه. مرة تانية، المعابد اللي انتوا شايفينها دي كلها ما يتعش فيها في مصر القديمة، دي معابد للتعبد، ولكن المعيشة كانت في بيوت تانية. خلصنا التصحيح، ندخل بقى على فقرتنا ومحتواها. انت نهيت التصحيح بالمعبد، وبما ان هنتكلم على معبد الاقصر فعايزين نقول انواع المعابد. هل هي دينيه؟ هل هي جنائزيه؟ ان احنا اللفظين دول اكتر حاجتين احنا بنسمعهم. صحيح. في انواع المعابد، هل هم دول بس؟ يقول لك معبد الوادي، معبد الجنائزي. الجنائزي اهو من كلمته، فيونري تمبل، يعني له علاقه بالجنازه، له علاقه بالطقوس بتاعه الميت. كويس. وله علاقه بما بعد الحياه، ممكن تخش في موضوع التحنيط برضه، له علاقه بكده. وعندك معبد الوادي اللي احنا سميناه معبد الوادي، لان هو بيبقى قريب شويه على الوادي. بصوا مره ثانيه هرجعكم عند المعابد بتاعه ابو الهول اللي جنب ابو الهول دي، شوفوا فين هي بالظبط. وراها بكام خطوه هتلاقي في خضار. وراها الناحية التانية هتلاقي صحراء. هنا خضار، هنا صحراء. في النص العلماء بيسموا المنطقة دي mouth of the valley، يعني mouth of the valley يعني فم الوادي. عارفة الحتة دي، الحتة زي ما جم سموا فم الخليج، فم الخليج هو فم بداية بالظبط كده.
عارفه ده المكان، عارفين يا مصريين وكل الناس اللي متابعينا، ده المكان المفضل لمين؟ للاسود. الاسود تحب تعيش في فم الوادي او في فم الوادي. كويس، ليه؟ علشان ما يبقاش جوه عند الخضار يتقتل ويتضرب والبني ادمين تجري وراه ومش عارفين ويحصل مشاكل. وفي نفس الوقت ما يعيش في الصحراء يموت من الجوع، هو يعيش في النص، يخش يجيب الاكل بتاعه من الخضره يرجع ياكلها في الصحراء. معبد الاقصر، ايه المختلف اللي فيه واين يقع؟ انا سميته مجمع الحضارات. ايه المختلف اللي فيه؟ تعال نشوف الصوره الاولانيه كده هقول لك. مجمع الاقصر، مجمع الحضارات، ده عنوان كتابك. مظبوط يا فندم. انا اطلقت عليه العنوان ده، برافو عليكي. والحقيقه هو احنا عندنا مجمع الاديان. أيوه. مشهور طبعا، لكن مجمع الحضارات ليه؟ دي الواجهه اللي حضرتك هتشوفها لما هتقف قدام معبد الاقصر اين يقع. هو في البر الشرقي من الاقصر، وملك بتقول الشرقي كده يا بسام. أيوه. لان المعابد الجنائزيه والمعابد اللي لها دعوه بالوفاه وبالكذا انت متخيلها فين؟ غربا. غربا، اشكرك. لان الغرب غرب الشمس، وده معناه ان الشمس خلاص بتسيب الحياه دي، رمز للموت، والرمز بتاع الايه؟ بتاع الانتهاء، ثم الذهاب في رحله الايه؟ العالم الايه؟ بتاع ده لما تشرق تاني يوم الصبح. ولذلك بصوا كويس يا جماعه، هتلاقوا الصرح الاولاني ده بتاع طبعا حبيبنا وجدنا الكبير رمسيس الثاني. بصوا ملاحظين ايه؟ السيمتريه. صح، صرح على اليمين، صرح على الشمال، تمثال قاعد على اليمين، تمثال قاعد على الشمال، مسلة على الشمال، مسلة على اليمين. فين؟ فين؟ المسلة اللي على اليمين، المسلة على الشمال دي بتاعت رمسيس الثاني. شايفين دي يا شباب؟ شايفين دي يا مصريين؟ احنا شايفين واحدة في المنتصف. انت شايفاها المنتصف عشان الزاوية، لكن هي لكن على شمالك وانت داخلة، يعني لو انت داخلة بين الصرحين دول هتبقى على شمالك. تمام. 25 متر ارتفاع، انت متخيلة؟ 254 طن، مش كيلو، مره ثانيه 254 طن. المسله الثانيه موجوده ولا زي ابو الهول الثاني؟ لا، البحث الخاص ببسام الشماع. فانا عايزه اتوقف عند المسله الثانيه، هل هي موجوده؟ المسله الثانيه موجوده، لكن للاسف الشديد محمد علي اهداها لفرنسا، لان شامبليون كان اتجن بالمسلتين وبعت لفرنسا قال لهم اصرفوا يا فرنسا وهاتوا لنا المسلتين دول. المصروفات كانت عاليه، فعرفوا ينقلوا اللي على اليمين، وموجوده دلوقتي. اشكرك، اهي الصوره اهي موجوده، ادي برج توري فال اهو ورا، برج ايفل ورا اهو، وادي مسلتنا بتاعت رمسيس الثاني دكتور خالد العناني. ابوس ايدك. يا ريت. يا سلام لو تجيبها لنا بقى نحطها في الميادين عندنا، ونرجعها المعبد احسن كمان. شايفين يا جماعه ده بلاس دو كونكورد او ميدان كونكورد في باريس، بتنتصفه هذه المسلة العظيمة من الجرانيت. هي أصغر وأقصر من الأولانية، الأولانية 254 طن. قطعة واحدة من الجرانيت، متخيلة؟ لو بصيت على الهيروغليف هيبة اللي منحوت فيها، كأن الراجل المصري لسه سايب الهيروغليف النهاردة الصبح. حاجة أعجب من الخيال. رغم أنه ده المفروض يعني حتى في أساس المعبد، مش ده حجر جيري؟ لا، ده دي جرانيتي. ده بالنسبة للمسلة. المسلة جرانيت، لو بصيتي على المعبد ذات نفسه هتلاقي بقى رملي. هتلاقي رمل كتير قوي في الجنوب، هتلاقي رمل، هتلاقي الكرنك فيه رمل كتير. عارفه كانوا بيجيبوا الرمل منين؟ كانوا بيجيبوه من محاجر السلسله اللي هي برضه في الجنوب. تعال نشوف الصوره اللي بعديها كده، ليه سميته مجمع الحضارات؟ واحد، هتلاقي فيه اثار مصريه قديمه. ادي المسلة، بصوا ادي الرسمه اللي مبينه المدخل، لما في الاصل قبل ما شامبليون والفرنساويين ومحمد علي يبعت في 1835. 1835 للاسف الشديد. ليه يا محمد علي؟ ده انت يا راجل عامل مرسوم بعدم خروج الاثار من مصر، بتناقض نفسك ازاي؟ هو كان عايز سياسيا يصاحب فرنسا، فراح بعت لها الهديه ديت. حاجه يعني، ها؟ وراح بعت بتاع ملك فرنسا، راح بعت له الايه؟ برج الساعه اللي موجود في الجامع بتاعه دلوقتي. لو رحتي مسجد محمد علي، أيوة، بره في الصحن هتلاقي برج الساعه المشهور، وقالوا انها بايظه وما بتشتغلش من وقتها وحاجات زي كده. هم يدونا ساعه بايظه واحنا نديهم مسله ملهاش ثمن. تعال نشوف الصوره اللي بعديها. يبقى نمره واحد مصر قديم، هتلاقي اثار، هتلاقي الاستاذ ده بقى مقدوني. هتقولي لي مقدوني؟ لو مقدونيا دي اللي هي جنب اليونان، مقدوني جوه معبد الاقصر، عشان كده انا بقول لك مجمع الحضارات. في لقوا فيها كنيسه مسيحيه. لقوا فيها رومان، يعني الامبراطور هادريان مشهور بالوولز بتاعته. تروح اوروبا يقول لك هيدريان وول. ايوه، الحوائط بتاعت هادريان، ده موجود في معبد الاقصر هادريان. ماكسيميليان ده امبراطور مشهور جدا. ديقليديانوس، ديقليشن، موجود في معبد الاقصر. مين بقى الاستاذ؟ نرجع له تاني بعد اذن سيادتك يا فندم.
الأستاذ الإسكندر الثالث المقدوني اللي جاية الكبير. هتقولي لي مش ده الإسكندر الأكبر؟ هقول لك آسف، لا. هنغير دي بقى. اسمه الإسكندر الكبير، وحتى بالإنجليش ألكسندر ذا إيه؟ ذا جريت. أشكرك، ما قالش ذا جريتست. يبقى مش الأكبر، مش الأعظم، هيبقى الكبير. بس نقرا مع بعضنا شوية هيروغليفي معلش. بص في الخرطوش الملكي اللي هو الشكل البيضاوي اللي كان فيه الملك، الإسكندر هيموت يبقى مصر قديم، هيموت يبقى ابن رع، هيموت يبقى ابن إيمن، يروح للواحات علشان يخش معبد النبوءة علشان المعبودات المصرية تقول له أيوة أنت ابننا احكم مصر بقى، اللي هو يثبت النسب او نقاء السلاله. أشكرك. الملكيه بالظبط كده، هو ده تعريف بالظبط كده. انت دي بقى ده تعريف عالمه اثار، ده اللي هو تعريف معبد النبوءه الاوراكل تمبل. ده كان مشهور جدا في العالم، وكان فيه معبد مشهور جدا في العالم اسمه دلفي، ده كان بتاع الاوراكل، ده كان بتاع النبوءه. يسيب دلفي ويجي مصر ويروح لسيوه، مشوار جامد جدا، تطلعي لغايه مرسى مطروح، مرسى مطروح تعملي 300 كيلو جنوب عشان توصلي للواحات وتخشي، ويطلع ويقول كلمته المشهوره الماثوره. يقول له ها، قالوا لك ايه جوه في الاوضه؟ لانه دخل لوحده، قال لهم اقول لماما الاول، لانه كان بيعشق امه جدا وكان بيحترمها ويحبها قوي. فقال لك الجمله كده وتخيلها في التاريخ، اقول لوالدتي الاول بعدين اقول لكم. مات الاسكندر الثالث الكبير عن عمر 31 32 سنه، ولا قال لامه ولا قال لحد، ولغايه دلوقتي محدش عارف حصل له ايه جوه الاوضه واتقال له ايه جوه الاوضه. رمسيس الثاني ولا تحتمس الثالث هو اللي بنى هذا المعبد؟ امنحتب الثالث، اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، جوز تي اللي عمل لها السفينه الذهبيه لانه كان بيحبها، وعمل لها البحيره، وقلنا على الجعران اللي هو عامله في معابد الكرنك، ده الباني الاصلي بتاع المعبد وكان قبليه. وبعد كده رعمسوه، رمسيس الثاني رعمسوه كويس، جه وراح اضاف. لكن هتستغربي لما تعرفي ان المصريين في 2009 اكتشفوا حته اثر هناك في الاقصر، مجمع الحضارات فعلا، مبين نفرتيتي دكتور منصور بوريك ربنا يصبحه بالخير، مصري اصيل ومعاه الفرقه المصريه الاصيله، يكتشفوا لوحه حجريه عليها منظر لنفرتيتي على شكل اخناتون. تاني هقول الجمله، نفرت ايتي على شكل اخناتون. بس ده يعني ده برضه بيتماشى مع اللي حضرتك قلته المره اللي فاتت، انه ربما يكون الحكم كان ليها، مش كده؟ هل حكمت؟ ده انا عمال اثبت كل حلقه عن الحلقه اللي قبليها انها حكمت. حضرتك مريت مرور الكرام كده على البحيره المقدسه. البحيره المقدسه يعني ازاي هي بحيره لا تجف؟ وازاي هي ما فيهاش طحالب؟ وازاي في ناس كتير بتروح عشان تتعالج؟ يعني بحيره الاف السنين ولا تجف وما فيش منابع بالنسبه لها، والصفات دي ازاي اتعملت؟ ايه التكنيك اللي اتعملت بيه؟ وايه العبقريه في تنفيذها لهذه الدرجه؟ والعجيب في الامر ان اليونان والرومان لما جم، ودول المفروض اللي علموا اوروبا بقى المجاري المائيه ومش عارف مين والكلام ده، لما جم، لما تروحي معبد زي معبد دندره في قنا هتلاقي اليونان والرومان بانيين واسمائهم موجوده بالهيروغليفي، هتلاقي فيه بحيره مقدسه هناك. اخذوا الفكره، والمصري القديم كان عنده التكنيك بتاع تغذيه البحيرات، لان خدي بالك المجاري، وهنا المجاري يعني المجاري المائيه، واقصد ايضا الصرف الصحي. احنا اول بلد في الدنيا تعمل صرف صحي. وعايز افكرك تاريخيا بقى يا جماعه، هو يعني روحي قصر رمسيس الثالث في مدينه هابو، هتلاقي حمام بمصرف، وده تقدم رهيب في تاريخ الحضارات. وعايز اقول لك لو رحتي لندن دلوقتي ومشيتي على قناه هناك، طبعا النهر الشريف بتاعهم التمز، هتلاقي فيه المسله بتاعتنا اللي بيسموها كليوباترز نيدل، اللي هي بيسموها مسله او ابره كليوباترا، جنبيها حاطين تمثال لواحد بريطاني تكريما له، تكريما للبريطاني ده، حاطينه جنب المسله بتاعتنا. فبقرا كده، هو انت بتتكرم ليه؟ انت ليه محطوط لك تمثال على نهر التامز في لندن؟ لانه اول من اخترع نظام مجاري لندن. شايفه الحضارات بتقدر ازاي؟ لا تعالى اقول لك ان في الهيروغليفي لقوا لقب المسؤول عن الحمامين. ده لقب في القصر الملكي، كمسؤول عن حمامين، وربما كان في حمام للسيدات وحمام للرجال.
دكتور بسام الشماع المؤرخ وطبعا عاشق علم المصريات، بشكرك شكرا جزيلا، ودايما يعني بنسعد جدا بكل المعلومات اللي بتدانا. صباح الفل عليك، صباح علم المصريات وصباح الجمال. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، لأن دي آخر حلقة هكون معاكم فيها قبل بقى عيد الأضحى. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله نتقابل مرة أخرى في أيام العيد، إحنا شغالين كل أيام العيد، وإن شاء الله نكون مع حضراتكم على مدار كافة الأيام، وندلكوا كل الوجبات اللي انتم محتاجين إن انتم تلاقوها عندنا في 8 الصبح. لسه مكملين معاكم فقراتنا في البرنامج، فقرة خاصة بقى بالأضاحي ورمزيتها، ومدى بقى ارتباط الطفل الصغير بهذا الأمر، ومدى ارتباطه ومعرفة كمان رمزية هذا الأمر بالنسبة لنا إيه في الإسلام، وأهمية هذا الموضوع بالنسبة لنا، مع زميلتي داليا بعد الفاصل. تابعونا.